ونيابة عن جلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، قد شارك في فعاليات بطولة العالم للقدرة التي انطلقت منافساتها الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت البحرين. كما يقود سموه الفريق الملكي المشارك في هذه البطولة لمسافة 160 كيلومترا بعد أن خاض الفريق بقيادة سموه تدريبا مختصرا قبل الفحص البيطري للجياد المشاركة. وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق جاء من أجل تحقيق نقلة رياضية جديدة تضاف لسجل الإنجازات الرياضية الزاخرة للمملكة في بطولة العالم للقدرة التي تستضيفها ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم. وأوضح سموه أن مثل هذه المشاركات الرياضية العالمية الضخمة تواجهها العديد من التحديات، لأن الخطة التي تم إعدادها للفريق ستوصل الفريق بإذن الله للأهداف المنشودة والتي منها الترويج لمملكة البحرين. وقبل انطلاق السباق حث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرسان الفريق على بذل أقصى ما عندهم وتحقيق الإنجاز الذي جاء من أجل الفريق الملكي، متمنيا كل التوفيق للفريق في أكبر المشاركات العالمية للقدرة. هذا ويتضمن سباق بطولة العالم للقدرة بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية 5 مراحل تمتد لمسافة 160 كيلومترا، ويمثل الفريق الملكي البحريني للقدرة في هذه البطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي، فيما سيمثل الفريق الفارس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة والفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بالإضافة للفارس رائد محمود والفارس محمد هلال الخاطري.